مش هتحط بالك على المشاكل او المشاغل اللي تخص المهاجرين زي ده. اسمع، نحكوا على ولا الجبانه اللي عملوها في مختلف، في سوريين وفي مصريين وفي في دول عربي. ما هم نمت ثلاثة بك ثلاثة اثنين واحد توب. سوف تكون عارفة المشاهد وعارفة اللاجئ وطالب اللجوء والمهاجر. في أسئلة كده كل مرحبا بكم في مدنين سلادير. اليوم بصحبتي مدير مدير راديو مدنين أحمد اللملومي، ومعاي درة من جمعية الغربة المدني. إن شاء الله حاستحبهم في الحلقة دي وأتعرف على التفاصيل باشا وتخش بتخص المشروع بتاعنا بتاع مدنين سلادير. رب تكون خير. الفكرة عجبتني خالص صراحة، لأنه أول حاجة مشروع كبير وبرنامج، وكونك تكوني أنت المسؤولة منه بتقدميه وفوق نسبة مشاهدة، وحيكون فوق ناس مهمين بيشاهدوا وجهات مختلفة سواء كان بتعنيك ولا تعنيك. قلت لهم جدا يا أحمد طالما أنت وضحت في نفس غدي شفتني أنا مؤهلة أو جديرة إن شاء الله أكون عندك حسن ظنك، وبدينا في المشروع. ما في تمييز بين لاجئ ولاجئة أو مهاجر ومهاجر. إيش تحكي وكيف قدوها؟ أول حلقة أنا أتفاجأ بإنه جايب لي المسؤولين مننا نحن من الجمعيات بتاعتنا نحن والمنظمات. فكانت حلقة شوية كده فيها ربكة وفيها خوف، لكن الحمد لله أحمد مع الفريق بتاعه حاولوا إنه يمتصوا مني القضب ورغم طريقة التعامل كيف مع الكاميرا، وإنه أنا أقدر أتعامل كيف لنقدم البرنامج، وإن شاء الله ينال رضا الجميع ويكون مشاهدة ممتعة للجميع. يعني مدنين بلدية متضامنة مع جميع القصص متاع المهاجرين. براش المهاجرين في المجتمع كيفش علاش اخترنيك انت؟ وجود منجده في البرنامج ياسر حاجه تفرحني. علاش؟ على خاطر اول مره كنتكتي مهاجر والسلاسه نتاعها في المعامله، حسيت برسم لاي نجم ناخذ منها الثقافه نتاعهم، نكتشف ثقافه جديده، نتعرف على بلد جديد. تفضل. مثلاً كيلو يقول بيها كتير مبارك متروحش بيها ونزيد لنزيد شوية. حاولنا أكثر ما يمكن أنه نوصله للعمق هذا ونوصله لأكثر الناس، لأنه برنامج فيه العديد من المهاجرين يعني الأفارقة اللي يتحدثوا أغلبيتهم اللغة الفرنسية. في نفس الوقت العباد اللي من المنظمات الدولية اللي باش تسمع صوت المهاجر، صوت الإنسان اللي يطلب اللجوء واللاجئ. هكا علاش اخترنا انه نترجموا العمل هذايا اللي هو مدنين سوليدار في حلقة الأولى والثانية والثالثة إلى امتداد 7 حلقات. جمعية الغربة المدني وراديو مظاهرة، وفي حاجات ظهر حنضطر لكل المواضيع وحتى البرنامج اللي فوق حديث سلبي وحديث إيجابي. حاجة أخرى إنه من خلال البرنامج هذايا نحبوا نخلقوا ماهياش يعني من عدم اخترنا منجدة إنه تكون هي مقدمة البرنامج. نعرفوا إنه الفئة هذه فئة المهاجرين أو اللاجئين ليهم قصصهم، ليهم مشاغلهم، ليهم الحاجات اللي يفهموها كان هم أوكي نحن نستقبلوهم، نحن نقوم معهم باللازم، ولكن في حاجات هم اللي يعرفوها وهم اللي ينجموا ويتحدثوا عليها خير من أي شخص آخر. فاختيارنا لمنجدة كان في الاتجاه هذا، انه البرنامج هذا برنامج مدنين سوليدار يصل الى الفئه هذه، يتحدث عن الفئه هذه، وخير من يتحدث عن الفئه هذه هم انفسهم، انه هم اللي يحكيوا على روحهم، هم يحكيوا على قصصهم، يحكيوا على شنو اللي عاشوه من مغادرتهم لبلدهم لسبب او لاخر لوصولهم الى تونس ومدنين، كيفاش صارت هالقصه هذه الكل، لانه عديد التفاصيل اللي هم ينجموا يتحدثوا عليها خير من اي طرف اخر. المشروع اللي هتكون المدة بتاعته قداش يا استاذ احمد؟ هو بتاعتكم من البدايه والمشروع انه انتوا عملتوا عقد مع الاستاذ احمد على اساس